وانتقل عبر الهاتف إلى اللواء محمد صادق خبير مكافحة الإرهاب الدولي. بعد تحية لك سيادة اللواء، إذا إجهاض لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، يعني القضاء على هذا المخطط والذي كان يستهدف إنشاء 3 شبكات سرية بتستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية عبر تركيا، وأيضا توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية داخل البلاد، كل هذا بالتعاون مع عناصر إخوانية تدير شركات هنا في مصر لتمويل هذه العمليات الإرهابية. كيف تصف هذه الضربة الأمنية أولا؟ أولا أشكرك وبحييك وحيي السادة المشاهدين، بوجه تحية لجهود رجال الأمن وخاصة رجال الأمن الوطني اللي يعني بيسهروا ليل نهار على تحديث قاعدة المعلومات اللي بيشتغلوا عليها، وبيكون نتائج هذه النتائج الايجابيه المشرفه. مش عايز اكرر طبعا، انا بشكر وبأثني على ما ذكره استاذنا اللي هو محمد زكي، فانا عايز اضيف يعني حاجات طبعا غطى واوفى في جوانب كثيره من الموضوع. اتفضل. انما في حاجات بسيطه عايز اضيفها. اتفضل. لولا ان 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 اجهزه الامن كان عندها قاعدة معلومات كويسة وإنها بدأت فعلا تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التخريب اللي هم شغالين فيها دي بأسلوب حرفي مهني متطور بأجهزة حديثة، ما يوصلوش للمعلومات بالدقة دي. ولهذا أول بأول كده فبقول مطلوب دعم هذه الأجهزة بأحدث الوسائل الحديثة في متابعة مثل هذه الجرائم. الجريمة الإلكترونية النهاردة الجريمة اختلفت، يعني الزمن اللي احنا كنا فيه الجريمة اختلفت. كان سهل جدا تقفل منابع التمويل على أي تنظيم ببساطة، أو تقفل عليه خطوط الاتصال. التنظيم لو قفلت عليه منابع التمويل أو قفلت عليه خطوط الاتصال بيبقى من السهل جدا أنت تصل ليه وتسيطر عليه وتقدمه للعداد. فأنا بنادي مؤسسة الدولة وبنادي القيادة السياسية أن تدعم جهاز الأمن الوطني بمزيد من مثل هذه الأجهزة ومزيد من الدعم المادي والدعم اللوجستي والدعم على كل المستويات، لأن ده هو فعلا اللي بيوصلنا إنك يبقى عندك معلومة. لأن اللي اتعمل النهارده ده هو ممكن يبقى عند البعض يعني إن ده نشاط ما فيهوش سلاح. يعني لما تشوف البيان ما ظبطناش سلاح، ما ظبطناش متفجرات، ما ظبطناش، انما لا ده اخطر بقى. ليه؟ لان ده احنا ضبطنا 3 شبكات سريه بتستهدف تهريب النقد الاجنبي وتهريب العناصر الاخوانيه وتوفير الدعم المادي للعناصر الموجوده بالداخل. بالظبط. ده اللي هيشتري بيه سلاح، ده اللي هيشتري بيه متفجرات، ده اللي هيأجر بيه مقرات يقعد فيها، ده اللي هيرصد من خلاله، ده اللي هيأجر عربيات وسائل انتقال يتحرك بيها، ده اللي ينفذ بيها جريمه تفجير واغتيال وتخريب، وهو اللي بيعمله على طول. يبقى اذا الحلقه دي ضبطها في التوقيت المتقدم ده المبكر يجهد عمليات بالتاكيد هم مخططين لها فشلت ان شاء الله ومش هتنفذ. نعم. ده اولا يعني ده اولا. الحاجه الثانيه وذكرها برضو استاذنا اللي هو محمد زكي، يعني تعاون المواطن المصري، وعي المواطن المصري. احنا طبعا لا ننكر ان كل ده لم يكن لينجح الا لو كان وراه فعلا مصادر محترمه على مستوى واعي بتقدم المعلومه بـ 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 باخلاص لاجهزه الامن. ده ما هو ما بيجيش كده، ما انا بعتمد على مصدر وبعتمد على وسائل فنيه وبعتمد على مراقبات وبعتمد يعني حاجات كتيره جدا جدا عشان اوصل لاكمل المعلومه اللي عندي. اساس المصدر والمعلومه اللي هو الشعب المصري، المواطن المصري. نعم. الوعي بقى، وده دوركم زي ما قال يعني محمد بيزكي، ده دوركم في دور الاعلام ودور مؤسسات كتيره جدا في الدوله، ان هي بقى حاله الايه؟ رفع الوعي لدى المواطن واشعاره بالخطوره اللي فعلا بتواجه الامن القومي المصري، وان هذا الاجرام وهذه المخططات وان هذا التنظيم مش هدفه يسقط نظام، مش هدف حكومه يعني الحكومه الحاليه في مصر ولا السيد الرئيس بس، ده هدفه يسقط دولة، هدفه يهد دولة بالكامل، يجيبها كافة مؤسسات الدولة، وده اللي كان بيحصل قبل 30 يونيو، كنا على وشك
مؤسسات الدوله كانت انتهت. عايز اذكر المواطن المصري بالكلام ده ليه؟ عشان احفزه وعشان اقول له خد بالك احنا لسه متماسكين، احنا لسه على الارضيه صلبه، بس الخطر ما زالش، الخطر لم يزل لحد النهارده. احنا لسه بنهدد من الغرب، ونهدد من الجنوب، ونهدد من الشرق، ولسه مصر يعني مستهدفه، ولسه مصر بتخوض حرب وجود على مستوى القوات المسلحه والشرطه والشعب المصري بالكامل. فمعلش بوعي بقى المواطن المصري، وبزود الجرعه في هذا الاتجاه من خلال مش متخصصين بقى، لا عايز اقول من خلال اصحاب التجربه. يعني يا ريت تعتمدوا انتوا كاجهزه امن على اصحاب التجربه. في ناس جربت شيء، ناس دخلت التنظيمات دي وشافتها من الداخل وعرفت انها ليس لها اي علاقه بالدين، وده لعبه قذره من خلال اجهزه مخابرات اجنبيه بتشغلها من اول ما انشئتها لحد دلوقتي لتنفيذ مخططات بتخدم مثل هذه الدول. لا 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 ليس لها اي علاقه بالدين اطلاقا، زي ما بيضحكوا على الناس او بالاصلاح الاجتماعي او بتربيه النشأ او بالتوعيه او بس القيم، كل ده كدابين فيه. تسمع ده من مين بقى؟ مش مننا انا ولا من اللي. لان احنا شهادتنا تبقى مجروحه. من مين؟ من اصحاب التجربه. يا ريت تستعينوا باصحاب التجارب في المسائل دي. اصحاب التجارب ليه؟ المجرب ودخل وشاف وهيطلع يقول للناس انا ادي تجربتي، انا تجربتي مع الناس دول، الناس دول غير صادقين. الناس دول يعني هدفهم التخريب، الناس دي هدفهم الدمار، الناس دي هدفهم اسقاط الدول وحوالينا نماذج بقى زي سوريا وزي ليبيا وزي اليمن وزي غيره وغيره وغيره. فهو ده دور الاعلام المصري ودور القائمين على الثقافه، الوعي المصري ده محتاجين ثقافه. دي حق، دي نقطه نمره 2. نمره 3 برضو احب اشير ليها، ما زال لحد النهارده يعني معلش يعني على المستوى التجاري وعلى المستوى المحلي بنتعامل مع المنتجات التركيه. بنشتري ليه منتجات تركيه؟ انا كمواطن اشتري منتجات تركيه ليه؟ عشان ادعمهم؟ اللي عايزين يهدموا الدوله المصريه، اللي عايزين يهدموا الكيان بحاله. سوريا لها اطماع واطماعها ترجع الى تجديد ما يسمى بالخلافه العثمانيه، اللي هي الامبراطوريه العثمانيه، كانت أسوأ فتره يعني مرت على 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 الدول الاسلاميه والمنطقه بصفه عامه. هذه الفتره التي حكمت فيها الامبراطوريه العثمانيه يعني كان منتهى العنف، منتهى الظلم، والقتل وتخريب ودم، كانت بتقوم على الدم. لازم الكلام ده يبقى واعي، الناس تعرفه، مش يقول اخ ده احنا عايزين نقيم الخلافه الاسلاميه. انهي الخلافه الاسلاميه دي اللي بيتكلموا عليها؟ لازم الناس تقرا التاريخ. نعم. وانتوا توضحوا التاريخ، وتجيبوا اللي اصحاب التجارب يوضحوا هذا التاريخ، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وصلت النقطه، بشكرك اللواء محمد صادق خبير مكافحه الارهاب الدولي.